قال ائتلاف الإغاثة الإنسانية في أحدث تقرير له أن 98 أسرة بمحافظة تعز فقدت عائلها، بالإضافة إلى فقدان أسر أخرى ل13 طفل وسبع نساء و47 شابا جراء الحرب التي تشنها الميليشيات الإنقلابية على المحافظة. ورصد التقرير تعرض 353 شخصا، بالإضافة إلى 10 أطفال، 12 امرأة و51 شاب ممن يعولون أسرهم للإصابة. والوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا السيد أحمد الصهيبي، مدير عام الائتلاف الإنساني في تعز. نرحب بك سيد أحمد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. نعم، يعني الائتلاف سيد أحمد ربما دق ناقوس الخطر بالنسبة لمحافظة تعز، لأنها تعاني من انعدام ربما شبه كامل لتدفق المواد الغذائية والطبية والإيوائية. يعني لماذا إلى الآن يعني ما زالت تعز تعاني الأمرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية حياكم الله وتحية للسادة المشاهدين. في البداية الوضع الإنساني وتدفق المساعدات الإنسانية لمحافظة تعز بدأت تقل منذ شهر أغسطس وحتى الآن في 2016 بعد كسر جزئي الحصار. الأشياء التي تعرقل وصول هذه المساعدات إما أن هذه المنظمات تقوم بإيصالها عبر المنافذ التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون، أو أن ولا تقوم ب ما تطلبه الحكومة الشرعية وما تقدمه من اقتراحات لمنافذ أخرى وطرق أخرى لإيصال هذه المساعدات. نعم، طيب سيد أحمد، بالنسبة لهذا التقرير الذي أعدتموه، يعني لو تحدثنا على أهم أو توجز لنا أهم النقاط الذي ورد في هذا التقرير سيد أحمد. نعم، كان هناك أبرز ما تضمنه التقرير هناك ارتفاع كبير في عدد الأسر التي فقدت عائلها. هذه الأسر تحتاج إلى من يعولها الآن. أيضا هناك عدد المصابين الذين لا يستطيعون الآن أن يقوموا بإعالة أسرهم، هناك 353 شخص. كما ارتفعت أعداد الأطفال الأيتام إلى 588 يتيم، بالإضافة إلى تعرض 18 فرد إلى توقف من كان يعولهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها. إضافة إلى ذلك سببت هذه الحرب تعرض 21 منزل ومنشأة ومركبة خاصة وعامة للتضرر الجزئي والكلي جراء استمرار القصف العشوائي على الأحياء السكنية، وإضافة إلى تهجير 57 أسرة بسبب انتقال الحرب إليها في مناطق عذيران والربيعي والتعزية والشق وماتع والقلوة في الريف الجنوبي والغربي لمحافظة تعز. إضافة إلى ذلك كان هناك الشيء البارز في هذا التقرير أيضا في الوضع الصحي. هناك وباء الكوليرا الذي يعصف بهذه المدينة وبسكانها، تعرض هناك وجود 86 حالة تعرضت للوفاة خلال هذا الشهر جراء وباء الكوليرا، إضافة إلى تسجيل 13635 حالة مصابة ومشتبه بإصابتها بهذا الوباء. يعني كارثة إنسانية حقيقية تعانيها المحافظة. طيب هذا التقرير يعني رصد من بداية العام سيد أحمد يعني إلى الآن أو ماذا يعني؟ هذا التقرير هذه إحصائية شهر يونيو فقط. نعم شهر يونيو فقط. إضافة إلى نستطيع القول أن هناك الأزمة الاقتصادية ما يفاقمها. هناك 67,000 من موظفي القطاع الحكومي المدني يعانون من توقف مرتباتهم الشهريه منذ 9 أشهر. خلال الشهر الماضي قامت الحكومه الشرعيه بصرف مرتبات موظفي جامعه تعز والمرحله الثانيه والثالثه من موظفي مكتب التربيه والتعليم فقط. هؤلاء من استطاعوا تسلم مرتب شهر واحد فقط منذ 9 أشهر. هناك 67,000 موظف لا يملكوا مرتبات شهريه حتى اليوم ولم يتسلموها. نعم، يعني ما مدى تقييمك سيد احمد يعني من ربما يعني مدى تدخل الحكومه في حل هذه الازمه يعني الاقتصاديه والكارثه الانسانيه التي تعيشها تعز، يعني ومدى ربما نجاعه ما يقومون به لربما التخفيف من وطأة الوضع في تعز؟ نعم عزيزتي، نحن طالبنا الحكومه ودعيناها وناشدناها بالاضافه الى المنظمات الدوليه الاخرى ان في البدايه ان تقدم المساعدات الغذائيه الى سكان مدينه تعز.
بالإضافة إلى ذلك تقدم المساعدات الطبية للمستشفيات التي تعاني نقصا حادا في الدوينة والمستلزمات الطبية. بعد ذلك جاء لنا وباء الكوليرا الذي عصف بحياة الناس. قدمت المنظمات الدولية عبر الحكومة الشرعية وعبر مكاتب الصحة مساعدات دوائية، لكن هذه المساعدات لا تكفي بالشكل المطلوب الذي تحتاج إليه هذه المدينة. هناك كارثة إنسانية وصحية حقيقية تعصف بحياة الناس، تحتاج إلى تدخل كبير. هذه التدخلات تعتبر تدخلات محدودة، لا تكفي حتى لكفاية جزء بسيط من كمية الاحتياج الذي تعاني منه هذه المدينة. يعني وهنا السؤال سيد أحمد، يعني رغم الكارثة الكبيرة التي تعانيها تعز، ولكن كما تحدث يعني التدخل دائما يعني لا يصل إلى حجم الكارثة. يعني وأنا أسألك هنا ربما عن دور المنظمات وأيضا ربما مركز الملك سلمان أيضا وطبيعة ما يقدمه من دعم سيد أحمد. نعم، بالنسبة لمركز الملك سلمان لا يزال المركز يقدم مساعدات إنسانية لهذه المدينة، قدم سلال غذائية وقام بتقديم مساعدات طبية خاصة بمرض الكوليرا، لكن بالمقارنة بالعام السابق مثلا هذه التدخلات انخفضت كثيرا بالنسبة للمساعدات التي قدمت من قبل المركز أو من قبل المنظمات الدولية الأخرى مقارنة بالعام 2016، رغم أن هذا العام يشهد تدهورا كبيرا جراء كما قلنا توقف المرتبات الشهرية واستمرار الحرب واستمرار الحصار على الأحياء السكنية واتساع رقعة الحرب ليشمل مناطق وقرى أخرى لم تصلها الحرب من سابق. يعني سيد أحمد، لماذا انخفضت يعني مستوى الدعم مع أنه كما تحدث يعني الأزمة والكارثة الإنسانية في تعز في تصاعد، يعني لماذا قل هذا الدعم وانخفض حتى من قبل ربما يعني كما تحدث مركز الملك سلمان وأيضا المنظمات الأخرى الدولية العاملة؟ يوجد هناك أسباب كثيرة، من أهمها عدم التنسيق المباشر بين الحكومة الشرعية والمكاتب الحكومية مع المنظمات المحلية. هناك المنظمات المحلية كانت عاملة منذ بداية الحرب ولا زالت تعمل حتى اليوم. الآن المكاتب الحكومية بدأت بتلقي هذه أجزاء من هذه المساعدات، ليس لديها فرق عاملة وليس لديها مختصين حتى تقوم بالتنسيق المباشر، أيضا لا تقوم بالتنسيق المباشر مع هذه المنظمات لتصل هذه المساعدات إلى المحتاجين بالشكل المطلوب. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا مدير الإعلام بإئتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز أحمد الصهيبي.